عندها باشن معينة وتتجرأ وتعمله، ما تقول مثلا انه هي بقدر هي ما بقدر، هيدي للرجال هيدي ما في اعملها. الحياة مرة، واذا عندك باشن جو اهيد. في باشن، في ارادة، في ويل، في هال هيك خلص، في شيء غير. يعني لما الواحد حقق حلمه انه بتصير عم بتصير حياته احلى وبيتنفس، يعني نحن بهالموتو كانه كل ويك اند عم نسافر. كانت هوايه مكبوته بشغله بالانشورنس، تعرفت على حدا طلعت معه باسنجر مره ورجعت على البيت وقلت له جوزي والولاد خلص انا حاشتري هارلي. ردة الفعل كان انه كيف ام وعندك اولاد ونحن كبار ومدري شو. قلت لهم يو ويل جوين مي وان داي بهذا الهوبي. نحن ما بنلتقى انتقادات، بالعكس في تشجع كثير، وخاصه من الشباب. الشباب لما بيشوفونا عم نسوق بكونوا بيساعدونا على الطرقات، انه بيزيحوا لنا بيسهلوا لنا اور رايدنجز وبينبسطوا بكيفوا. هذه هي مبادرة لذيذة عملوها الصبايا حتى يسوقوا معنا على الطريق، وبشجع يكون في عندهم جروب يكبر أكثر بعد لحتى بركي بتصير السواقة بالبلد كلها سوا أحسن. للمرأة العربية بدي أقول لها إنه ما تخاف من شيء، وإذا هي بدها تعمل تحقق حلمها فيها. يعني هلا اذا بنطلع ما رح اقول انه ايه هينه ورح تصير من نهار للتاني، لا، بس هلا اذا بنطلع قد ايه العالم العربي نهار عن نهار عم بيتطور وعم ينفتح على بعض، واذا بشوفوا رياكشن، يعني انا مثلا سقت بالاردن، سقت بدبي، سقت بابو دبي، وسقت هيك، العالم نظرة العالم عم تتغير، المرأة عم تتغير، العالم العربي عم يتغير. يعني هلا بالسعودية العالم عم بتسوق، النسوان بلشت تسوق، انعزمت كلمة سوق بالسعودية. ف يا امرأة حرري فيكي، وكل شيء مش القصص ما بتصير من نهار للتاني، بدها وقت بس بتصير.